بنغازي في قلوبنا وفي قلوب كل الليبيين. تحية لكل الشهداء الأبرار، رحم الله شهدائنا الأبرار ودخلهم بفسح الجنات. تحية لكل أبنائنا وأحبابنا في مدينة بنغازي. كفانا دم ولبني ليبيا بالرياضة وبالرياضة، سنبني الوطن وسنبني ليبيا الحبيبة بالرياضة وبكرة القدم وبهذه المسابقات. نثبت للجميع أن ليبيا في أمن وأمان بحول الله تعالى. مصراتة وكل مدن ليبيا مع بنغازي الجريحة. تحية للجميع، تحية لكل المشاهدين الكرام. لحظات وينطلق هذا اللقاء الذي سيجمع المنتخب الوطني الليبي بالمنتخب السنغالي. ننتظر في انطلاقة صافرة الحكم، الحكم عبد الواحد الفاتحي. وفي هذه الأثناء يعلن الحكم السيد عبد الواحد الفاتحي المغربي بتأكيد انطلاقة هذا اللقاء الذي سيجمع المنتخب الوطني مع المنتخب السنغالي. والانطلاقة بتأكيد كانت للمنتخب الوطني. انطلاقة اللقاء، الكرة الآن بين أقدام لاعبي فريق المنتخب السنغالي. كرة في خط الدفاع، أرفكان نبوب يرجع بالكرة عند الحسن سيلا. حسن سيلا يعود بالكرة من جديد عند عبدو سيسي. عبدو سيسي يلعب كرة طويلة مقطوعة ولكن تعود من جديد المعتصم المصراتي. يلعب الكرة، تعود من جديد للاعب المعتصم المصراتي، لاعب المنتخب الوطني الاول بالتاكيد الذي نال مع صفوف المنتخبنا بقياده خافيير كليمنتي لقب بطوله الشان وادخلوا الفرحه في قلوب كل الليبيين في البطوله التي اقيمت في هذا الموسم 2014 بجنوب افريقيا. المنتخب الوطني نال بطل بطوله الشان ولقب بطوله الشان وكان هو صاحب الترتيب الاول في تلك البطوله. كرة من جديد تعود للمنتخب الوطني. عبد الرحيم عبد الكريم يلعب برمية التماس. مرور الآن من رويد بن حامد. رويد يحاول المرور ولكن عودة مدافع المنتخب السنغالي وخروج الكرة إلى رمية التماس لصالح المنتخب الوطني. إذا رويد بن حامد وأولى هجمات المنتخب الوطني. تعود الكرة من جديد عبد الله الشريف عند المعتصم المصراتي. يا سلام يا معتصم لكن مقطوع الكرة. تعود خطيرة لا لصالح المنتخب السنغالي ولكن تعود وتقطع من محمد زغدود. يعود بالكرة لدفاعات المنتخب الوطني. كرة مرفوعة، هجمة خطيرة الآن، هجمة خطيرة لصالح المنتخب الوطني. تسديدة من رويد بن حامد ولكن إلى أين رويد؟ كابتن المنتخب الوطني أو مؤيد اللافي عفوا سدد تسديدة جميلة ولكن حارس المرمى كامين دايز كان في الصد وبتصدى لهذه الكرة والانفراد الواضح الذي كان للاعب مؤيد اللافي. شوف اللقطة من جديد والتسديدة، مؤيد لم يضع الكرة في المكان المناسب. ترفع الركنية لالي صالح المنتخب الوطني. أول الركنيات في هذا اللقاء لصالح المنتخب الوطني. ننتظر ونشاهد عبد الله الشريف في تنفيذ هذه الركنية. ننتظر في صافرة حكم اللقاء وأعطى إذن تنفيذ هذه الكرة وهذه الركنية. إذن نشاهد حارس المرمى السنغالي كادمين دايز تعرض لإصابة، سلامات لي ولكل اللاعبين بالتأكيد في هذا اللقاء. طاقم التحكيم برئاسة السيد عبد الواحد الفاتحي يطمئن على سلامة اللاعبين وعلى سلامة الحارس كادمين دايز حارس المنتخب السنغالي. ركنية الآن، أولى الفرص كانت خطيرة لصالح المنتخب الوطني. ترفع الركنية ولكن إبعادها بالرأس من صالح المنتخب السنغالي. تعود من جديد، ضغط لصالح المنتخب الوطني. عبد الله الشريف إلى مؤيد اللافي يحاول يلعب كورة مقطوعة لصالح عناصر المنتخب السنغالي. المعتصم المصراتي يفتك كورة ولكن تخرج خارج أرضية الملعب. نشاهد اللقطة من جديد، لقطة الإعادة والتسديدة من مؤيد اللافي التي أضاعها الفرصة الخطيرة والانفراد الواضح لمؤيد اللافي. ضغط كبير إذن من قبل لاعبي المنتخب الوطني في بداية اللقاء والنوايا واضحة للفوز بهذه المباراة ووضع بتأكيد 3 نقاط ستكون مهمة جدا لصالح عناصر منتخبنا الوطني.
نظام البطولة، سيكون بجمع النقاط. المنتخب الوطني سيلتقي المنتخب السنغالي في هذا اللقاء، ومن ثم سيقابل المنتخب المغربي، بينما يوم الغد المنتخب المغربي سيقابل المنتخب التونسي، ويوم الجمعة كما ذكرنا المنتخب السنغالي سيلاقي المنتخب التونسي، والمنتخب الليبي سيلاقي المنتخب المغربي. هنا المدرب كمال هالات مدرب المنتخب الوطني، قيادة المنتخب الوطني بالتأكيد كمال هالات. رمية التماس وإعادة الكرة لصالح عناصر المنتخب الوطني بكل روح رياضية. نشاهد على يمين الصورة بالتأكيد المدرب جوزي كوتو مدرب المنتخب السنغالي. نعود إلى الأجواء اللقاء من جديد، والفرص الخطيرة والهجمات لصالح المنتخب الوطني من جديد. عبد الله الشريف يحاول يلعب كرة ولكن مقطوعة الصد، وتعود رمي التماس لصالح المنتخب الوطني. عبد الله الشريف يلعب الكرة من جديد. عبد الله الشريف كرة ملعوبة لكن تبتعد عن رويد بن حامد، تعود من جديد لصالح عناصر المنتخب السنغالي. رمي التماس أخرى لصالح منتخبنا الوطني، وعبد الله الشريف حكم اللقاء يطلب لعب الكرة من مكانها الصحيح ومكانها المناسب. تماس من جديد لصالح المنتخب الوطني، ضغط كبير من عناصر منتخبنا الوطني في محاولة تسجيل الهدف الأول من بداية هذا اللقاء. رمية تماس واضحة على لاعب المنتخب الوطني رويد بن حامد، وتنفيذ رمية التماس لاعب المنتخب السنغالي أرفانك بوب. يلعب الكرة عند الحسن سيلا، سيلا من هناك إلى بيب عبدو سيسي، سيسي يعود بالكرة من جديد لأرفانك بوب، بوب من جديد إلى الجهة اليسرى للعب الحسن سيلا، حسن سيلا يلعب الكرة طويلة وتشتيت الكرة من لعب منتخبنا الوطني. اللعب على الناجح، رمية تماس جديدة لصالح المنتخب السنغالي. تلعب رمية التماس، كرة في منتصف الملعب لصالح عناصر المنتخب السنغالي. محاولة جر لاعبي المنتخب الوطني، ومن ثم لعب الهجمة المضادة والهجمة المرتدة لصالح عناصر المنتخب الوطني. خطأ كما يشير حكم اللقاء. تنفيذ الخطأ على الناجح، تلعب طويلة سهلة عند حارس المرمى كاديمين اندايز حارس مرمى المنتخب السنغالي. يطلب من لاعبي التقدم إلى الأمام والهجوم أكثر على دفاعات المنتخب الوطني. أتمنى التوفيق بالتأكيد لصالح المنتخب الوطني. عديد الأسماء شاركت في البطولة سنة 2011 التي نالها المنتخب الوطني كما ذكرنا، من بين علي شنين الذي شارك في الكاف وكان أحد أفراد المنتخب الوطني الذين نالوا لقب الشان في جنوب إفريقيا بطولة إفريقيا للمحليين. عديد اللاعبين نذكر منهم كذلك محمد الغنودي شارك مع المنتخب فئة الشباب في 2011، وكذلك شارك مع المنتخب الوطني في بطولة الشان ونال لقب بطولة الشان مع عناصر المنتخب الوطني. كذلك المهدي المصري ومحمود أو محمد الغنودي، كذلك زكريا وربيع اللافي ومحمد الغنودي كانوا مشاركين، أو محمد قناو، ومن ثم شاركوا في المنتخب ولعبوا مع المنتخب الوطني الأول. مؤيد اللافي يلعب الكرة في الجهة اليسرى، كرة جميلة ومرفوعة لكن إلى أين هذه الكرة؟ من لاعب المنتخب الوطني أسامة البدوي. ذلت الهجمات على مرمى على شباك المنتخب السنغالي ولكن لم تثمر عن أهداف إلى حد الآن. الجماهير الرياضية، كل المشاهدين، كل المتابعين عبر قناة ليبيا الرياضية
ينتظرون الهدف، ينتظرون الهدف الأول في هذه المسابقة، وتشتيت الكرة الآن من كابتن المنتخب الوطني على النجاح. رمي التماس جديدة لصالح عناصر المنتخب السنغالي. 10 دقائق، حوالي 10 دقائق تمر من عمر هذا اللقاء، ولا زالت النتيجة التعادل السلبي بدون أهداف في هذا اللقاء الافتتاحي، المنتخب السنغالي مع المنتخب الوطني الليبي في بطولة شمال أفريقيا لما تحت 20 سنة. هذه الفئة بالتأكيد تحتاج إلى اهتمام لتكون دعم وسند للمنتخب الوطني الأول. ونحن شاهدنا الشباب في بطولة الشان المعتصم المصراتي المتواجد في هذا اللقاء من مولد 1996، كان متواجد مع المنتخب الوطني الأول تحت قيادة خافير كليمنتي، وكان يشارك كثيرا في صفوف المنتخب الوطني، لاعب شاب ولكن لديه إمكانيات كبيرة، فكان على كليمنتي اختيار هذا اللاعب لمهاراته العالية ولبنيته الجسمانية الكبيرة. كل التوفيق للمعتصم المصراتي ولكل لاعبي المنتخب الوطني. تعود من جديد للمصراتي، مصراتي تقطع منا الكرة، عبدو سيسي، سيسي يلعب الكرة عند الحسن سيلا، سيلا يلعب الكرة لكن المصراتي موجود، تقطع من جديد لسيسي، سيسي عند الحسن ضيوف، تعود من جديد لصالح عناصر المنتخب الوطني، المصراتي يلعب الكرة ولكن تماس ضد عناصر المنتخب الوطني أو لصالح المنتخب الوطني، خطأ، نعم خطأ إذا لصالح المنتخب الوطني. عبد الرحيم عبد الكريم يلعب الكرة، كرة رأسية كادت أن تكون مباغتة لحارس المرمى، ولكن اللاعب رويد بن حامد لم يلعب الكرة بالدقة المطلوبة، خرجت الكرة من خارج أرضية الملعب. كاد مين النندايز حارس المنتخب السنغالي، كرة طويلة تعود من جديد لمؤيد اللافي كابتن المنتخب الوطني. رويد بن حامد يحاول يلعب كرة بينية، سوء تفاهم بين لاعبي المنتخب السنغالي، تعود من جديد الكرة لصالح المنتخب السنغالي. عديد اللاعبين في صفوف منتخبنا الوطني يشاركون مع فرقهم أو الفرق الأولى في أنديتهم و في الفرق المشاركين معها بالتأكيد، نذكر منهم مفتاح عبد الحميد حارس الأساسي في هذا اللقاء، يلعب ضمن لاعبي فريق الشط وفريق الأخضر، مفتاح عبد الحميد حارس الاحتياطي لفريق الأخضر، إدريس الضراط الأهلي بنغازي، مويد اللافي الأهلي بطرابلس، رويد بن حامد الوحدة، محمد جنان الشط والمعتصم المصراتي الاتحاد، وعبد الله عبد الرحيم الأخضر، مفتاح طقطق النصر. وبالتأكيد كل هذه الأسماء التي تشارك مع فرقها سيكون لها باع كبير وستكون بامتياز بحول الله تعالى في المنتخبات الوطنية. مؤيد اللافي يا سلام عليك يا مؤيد، افتكاك جميل، كرة بالقرب من مرجاء فريق السنغال، وخطأ كما يشير حكم اللقاء لصالح المنتخب السنغالي، خطأ إذن لصالح المنتخب السنغالي. هذه النسخة كما يعرف شمال إفريقيا فيها العديد وعلى بطولة شمال إفريقيا في عديد النسخ ومنطقة شمال إفريقيا، منتخبات تونس والجزائر ليبيا والمغرب ومصر، مصر رابت المشاركة وتم استدعاء المنتخب السنغالي للمشاركة في هذه البطولة. الانطلاقة في البطولات كانت 2007، 2008 أقيمت البطولة في مصر، 2011 في ليبيا كما ذكرنا نال لقبها المنتخب الوطني الليبي، 2012 في الجزائر نالت لقب البطولة مصر آخر نسخة إذن كانت في الجزائر. كرة في منصف الملعب، عبد الله الشريف، مؤيد اللافي للمصراتي، المصراتي يعود بالكرة، كرة في الجهة اليسرى صالح إدريس الضراط، إدريس يعود بالكرة من جديد
إدريس من جديد في الجهة اليسرى، كرة مرفوعة خطيرة، كرة رأسية وخطيرة، ماذا يشير حكم اللقاء؟ ركلة جزاء. إذن ركلة جزاء لصالح المنتخب الوطني ومؤيد اللافي ومن كان المتسبب في ركلة الجزاء. فرحة إذن لمؤيد اللافي، أتمنى بالتأكيد يا مؤيد أن تترجم هذه الفرحة إلى هدف، فرحة ركلة الجزاء، وإن شاء الله نشوف فرحة الهدف لصالح مؤيد اللافي. ننتظر إذن في تنفيذ هذه الركلة، في تنفيذ ركلة الجزاء، نشاهد من سينفذ ركلة الجزاء، أظن بأن يكون كابتن الفريق اللاعب مؤيد. نشاهد المسك، أظن أن الحكم احتسب خطأ لصالح المنتخب الوطني، أظن الدفع كان هو سبب هذه الركلة، ركلة الجزاء لصالح المنتخب الوطني. أظن رويد بن حامد هو من سيسدد هذه الركلة. ننتظر إذن هل سيكون الهدف الأول. نشاهد حكم المباراة الآن يطلب من اللاعبين عدم الدخول إلى منطقة الجزاء قبل تنفيذ ركلة الجزاء. أظن اللاعب رويد بن حامد هو من سينفذ هذه الركلة. أو مؤيد اللافي هو من سينفذ هذه الركلة. نشاهد وننتظر. مؤيد اللافي تنفيذ الكرة وضاعت الركلة. إذن اللاعب أسامة البدوي هو من نفذ هذه الركلة. ذكرت بأن الفرحة كانت في تنفيذ أو في الحصول على ركلة الجزاء، ولكن للأسف لم تكتمل الفرحة، وبحول الله تعالى لازالت الفرصة ولازالت المباراة لم تكتمل، ويكون الفوز حليف المنتخب الوطني. إذن اللاعب الذي نفذ ركلة الجزاء وأضاع ركلة الجزاء هو لاعب أسامة البدوي، أسامة الذي يرتدي القميص رقم 14. تسديدة كانت قوية جدا وبعيدة صراحة عن شباك حارس المرمى. كرة مرفوعة وتعود إلى ركنية. ضغط كبير من عناصر المنتخب الوطني. لازلنا لم نشاهد أي هجمة خطيرة لصالح المنتخب السنغالي. رمية تماس عبد الله الشريف. عبد الله الشريف يلعب الكرة من جديد، إبعادة تعود مرة ثانية المرة عناصر المنتخب السنغالي، ورمية التماس. ضغط كبير من عناصر المنتخب الوطني، سيثمر عن هدف بحول الله تعالى في الدقائق القادمة. مرة ثانية تعود لصالح المنتخب السنغالي، تشتيت الكرة لا تتجاوز منتصف الملعب، تعود على الناجح على حاول أن يلعب الكرة طويلة، ولكن تخرج خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. بيب عبدو سيسي، سيسي يلعب الكرة عند ريشارد دياتا، دياتا يلعب الكرة عند سيسي، مقطوعة من مؤيد اللافي. يلا يا مؤيد، يلا يلعب الكرة جميلة مؤيد اللافي. كرة من جديد أسامة البدوي، وتخرج منه الكرة رمية تماس، رمية التماس إذن لصالح المنتخب السنغالي. تلعب رمية التماس من جديد، لازالت لصالح عناصر المنتخب السنغالي. كرة مرفوعة وخروج الكرة إلى رمية التماس لصالح منتخبنا الوطني. الكل في انتظار هدف الأول. ضاع الهدف في الانفراد من مؤيد اللافي، من ثم أسامة البدوي أضاع ركلة الجزاء، ولازلنا نشاهد ونتابع ماذا ستسفر عنا الدقائق القادمة من عمر هذا اللقاء، لقاء الافتتاح الذي يزمع كما ذكرنا المنتخب الوطني مع المنتخب السنغالي. هناك اللاعب على ناجح ساقط أرضية الملعب، أتمنى له السلامة له ولكل لاعبي المنتخبنا الوطني. نشاهد لقطة الإعادة في إصابة اللاعب على الناجح. سلامات يا علاء، سلامات لكل اللاعبين المشاركين في هذه البطولة، سواء المنتخب الليبي المنتخب السنغالي أم المنتخب
المغرب المنتخب التونسي، كما ذكرنا ربما العديد سأل لماذا لم يشارك المنتخب الجزائري في هذه البطولة. تحدثت مع سيد محمود الهمامي أمين عام اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، وأخبر بأن المنتخب الجزائري ليس لديه فريق في هذه الفئة السنية، وكذلك لم يشارك في المغرب في بطولة الناشئين، ولكن الجزائر كذلك أرسلت دعوات للمنتخبات الأولمبية الليبية والمغربية والتونسية والمصرية كذلك للمشاركة في البطولة الأولمبية التحضيرية في الأشهر القادمة. صراحة كنا نتمنى مشاركة المنتخب المصري وكذلك المنتخب الجزائري في هذه البطولة، لكن المنتخب المصري كما ذكرت في بداية اللقاء امتنع عن المشاركة في هذه البطولة. المنتخب الجزائري ليس لديه الفئة العمرية تحت 20 سنة وكذلك تحت 17 سنة لن يشارك أيضا في بطولة المغرب، ستنطلق يوم الغد بطولة الناشئين ليشارك فيها منتخبنا الوطني تحت 17 سنة. نتمنى له التوفيق كما نتمنى التوفيق لعناصر المنتخب الوطني تحت 20 سنة المشارك في هذه البطولة، بطولة شمال إفريقيا التي تقام هذه الأيام في مدينة مصراتة. كرة لا زالت بين أقدام لاعبي المنتخب السنغالي. ليبيا والسنغال النتيجة لا زالت التعادل السلبي بدون أهداف. 20 دقيقة مرت من عمر هذا اللقاء والنتيجة لازالت كما هي عليه، لم تتغير لوحة النتيجة رغم حصولنا على ركلة جزاء ضاعت من لاعبي المنتخب الوطني، ولكن القدم أفضل والفرصة لازالت سانحة لعناصر المنتخب الوطني للتسجيل والظفر بنقاط الفوز في هذه المباراة. خطأ إذن لصالح المنتخب السنغالي، هناك لاعب كان ساخر على ارضية الملعب، سقوط لاعب المنتخب السنغالي، رمية تماس لصالح المنتخب الوطني من جديد، تعود لدفاعات المنتخب الوطني، تلعب الكرة طويلة رأسية تعود من جديد لصالح المنتخب السنغالي، مقطوعة لكن من عناصر المنتخب الوطني، من هناك على ناجح أو إدريس الضراط إدريس الضراط يرتكب خطأ على مدافع المنتخب السنغالي لتعود الكرة من جديد لعناصر المنتخب السنغالي، واللاعب أرفانك بوب سينفذ هذه الكرة. أرفانك بوب لاعب المنتخب السنغالي تلعب الكرة طويلة، المعتصم المصراتي مؤيد اللافي، مؤيد يعود بالكرة، عبد الله الشريف، عبد الله لعلاء الناجح، علاء يلعب الكرة طويلة هناك للمعتصم المصراتي أو عبد الله الشريف، ولكن الكرة خارج أرضية الملعب. رمية تماس جديدة لصالح المنتخب السنغالي، محاولة بناء الهجمة للاعبي المنتخب السنغالي، مباغتة المنتخب الوطني وتسجيل الهدف المباغت. المعصم المصراتي لعب المنتخب الوطني الأول والمتحصل مع لاعبي على بطولة الشان، خطأ فادح ولكن حارس المرمى حارس مفتاح محمد يدرك الموقف ويبعد الكرة، كادت أن تكلف لاعبي المنتخب كثيرا هذه الكرة، ولكن حارس المرمى مفتاح محمد كان متفطن وأبعد هذه الكرة وشتتها بعيد عن الخطر وبعيدا عن شباك الحارس مفتاح محمد. خطر لصالح المنتخب السنغالي، كرة تلعب ولكن مقطوعة من لاعبي المنتخب الوطني، كرة جميلة واحدة اثنين ولكن مقطوعة، تقطع الكرة من جديد لصالح المنتخب الوطني، كرة رأسية معتصم المصراتي في منتصف الملعب يعود بالكرة، المعتصم المصراتي على الناجح في الجهة اليسرى الكرة مع
مقطوعة من جديد لصالح عناصر المنتخب الوطني. ضغط كبير من عناصر منتخبنا في محاولة الهجوم أكثر لتسجيل الهدف، الهدف الذي ضاع مرتين من عناصر منتخبنا. الأولى كانت انفراد والثانية كانت بنظيم ركلة جزاء ضاعت من لاعبي المنتخب الوطني. كرة رأسية تعود وتقطع من جديد. المعتصم المصراتي بكل ثقة يعود بالكرة لدفاعات المنتخب الوطني على الناجح. علاء في الجهة اليسرى، كرة مقطوعة من جديد لصالح المنتخب السنغالي. الكرة سجال هنا وهناك، مقطوعة سريعة ما تقطع الكرة من عناصر المنتخبين. في البداية كانت الأفضلية لصالح منتخبنا الوطني، ومن ثم بدأ شيئا فشيئا يعود إلى أجواء اللقاء لاعبي المنتخب السنغالي. الكرة الآن تماس لصالح المنتخب الوطني. عبد الله الشريف يلعب التماس لمؤيد اللافي كابتن المنتخب الوطني، يحاول المرور، يلعب الكرة للمعتصم المصراتي، جميلة من المصراتي، كرة جميلة، رويد بن حامد يسدد إلى التسديدة، حارس المرمى من جديد. هجمة خطيرة جدا كانت لعناصر المنتخب الوطني. الكرة الأولى صدمت بدفاعات المنتخب السنغالي والثانية كانت سهلة في أحضان حارس المرمى الذي صد على مرتين، حارس مرمى المنتخب السنغالي الحارس كاديمين اندايز. رمية تماس جديدة لصالح المنتخب السنغالي. المنتخب السنغالي كما ذكرت بدأ يمتلك الكرة شيئا فشيئا أكثر من دقائق الشوط الأول. هجمة لصالح المنتخب السنغالي على حدود منطقة الجزاء، ولكن دفاعات المنتخب كانت في الموعد. كرة من جديد المصراتي، يحاول افتكاك كرة وخطأ. نشاهد لقطة الإعادة في الهجمة الخطيرة. رويد بن حامد سدد التسديدة الأولى، تسديدة ومن جديد التسديدة الأخرى كانت من محمد زغدود. نشاهد اللقطة من جديد، محمد زغدود يسدد التسديدة، ولكن حارس المرمى كاديمين اندايز أمسك الكرة على مرتين. من جديد الكرة، كرة لكن لم تكن بدقة المطلوبة من لاعبي المنتخب الوطني، خطأ كما يشير حكم اللقاء لصالح المنتخب الوطني، خطأ لصالح عناصر المنتخب الوطني. كرة في الجهة اليسرى، واحدة اثنين جميلة ولكن مقطوعة. كان هناك سوء تفاهم بين لاعبي المنتخب الوطني، خطأ لصالح المنتخب السنغالي. ورويد بن حامد هو من سبب في هذا الخطأ لصالح المنتخب السنغالي. زلنا نتابع، زلنا نشاهد، 27 دقيقة مرت من عمر هذا اللقاء، من عمر الشوط الثاني أو الشوط الأول عفوا، ولازالت النتيجة التعادل السلبي بدون أهداف. رزنامة كبيرة لاتحاد شمال أفريقيا على سبيل إنجاح البطولات وكذلك إقامة البطولات وكذلك الندوات والدورات للحكام والطب الرياضي في بداية هذه السنة. سنة 2014 كانت هي أول بطولة أقل من 20 سنة تقام في ليبيا، انطلقت اليوم، يوم الغد ستنطلق بطولة أقل من 17 سنة في المغرب. الدورة الأولمبية في الجزائر كما ذكرت من 27 إلى 31 من مايو 2014، وكذلك بطولة أقل من 19 سنة في تونس. كل هذه البطولات سيشرف عليها شمال إفريقيا واتحاد شمال إفريقيا الذي سينظم هذه البطولات. كل أملنا بالتوفيق
لكل الاتحادات الرياضية، سواء كان الاتحاد الليبي لكرة القدم أو اتحاد شمال إفريقيا أو الاتحاد الإفريقي أو الاتحاد العربي أو كل الاتحادات الرياضية لنجاح البطولات الرياضية. أجواء اللقاء من جديد، النتيجة لازالت التعادل السلبي بدون أهداف. مؤيد إلى المعتصم المصراتي، يا سلام عليك يا معتصم، جميل الكرة، 1-2-3 إلى المؤيد، وإبعاد الكرة من حارس المرمى. تعود من جديد عبد الله الشريف، ضغط كبير، يلا يا عبد الله، كرة مرفوعة مرفوعة لكن إبعادها من دفاعات المنتخب السنغالي. جماهير الحاضرة في هذا اللقاء تصفق لعناصر المنتخب الوطني وتشجع وتؤازر المنتخب الوطني. نشاهد ركلة الركنية هنا، الجماهير الرياضية في مدينة مصراتة التي حضرت لمتابعة هذا اللقاء ولمؤازرة المنتخب الوطني في بطولة شمال إفريقيا. كرة ملعوبة من جديد ولكن سهلة، ويبعد الكرة، يشتتها مدافع المنتخب السنغالي. رمية تمازي لصالح المنتخب الوطني، فعل كل شيء المنتخب الوطني ولا زال ينقص الهدف. معتصم المصراتي يرفع الكرة، كرة من جديد لازالت في منطقة جزاء المنتخب السنغالي. هناك لاعب ساقط على أرضية الملعب من عناصر المنتخب السنغالي، وحكم اللقاء يوقف اللاعب للاطمئنان على سلامة لاعب المنتخب السنغالي. نشاهد نتيجة اللقاء، كما ذكرنا لازالت التعادل السلبي بدون أهداف. كما ذكرت وتحدثت عن رزنامة الاتحاد شمال إفريقيا من بطولة كرة القدم، كذلك سيقام بطولة أقل من 20 سنة في تونس. أيضا الندوات لها شأن كبير في اتحاد شمال إفريقيا، قيمة ندوة للحكام في شهر أو في الأشهر الماضية، 5 حكام من كل بلد في فبراير الماضي، المجروع 25 حكم، وكل بلد في تلك الندوة أعطى 3 حكام وسط وحكمين مؤشرين. كذلك ندوات في الطب الرياضي ستكون في شهر إبريل القادم في تونس، دورة في التسويق الرياضي كذلك قبلت ليبيا تنظيمها، ولا زال التاريخ لم يحدد إلى حد الآن. كل الشكر بالتأكيد موصول لكل اللجان المنظمة التي وصلت الليل بالنهار من أجل إنجاح هذه البطولة وإدارة بالصورة المشرفة، كذلك للشركات الراعية لهذه البطولة. الشركة الليبية بالتأكيد للبريد والاتصالات مشكورة على رعايتها لهذه البطولة، وإن شاء الله البطولة تكون على أحسن ما يرام، ونبعث برسالة لكل الليبيين وكل العرب وكل الأفارقة وكل العالم أن يعني ليبيا بإمكانها استضافة كأس أفريقيا 2017. كل أمانينا بأن تذهب هذه البطولة على أحسن ما يرام. يوم الأمس استقبلنا المنتخبات، المنتخب المغربي وكذلك المنتخب التونسي، المنتخب السنغالي وصل صباح الأمس، أيضا المنتخبات المغربي والتونسي وصلوا مساء. الكل تحدث عن حفاوة الاستقبال وشكر كل اللجان المنظمة على حفاوة الاستقبال. كرة من جديد مخطورة، مقطوعة من عناصر المنتخب الوطني. المعصم المصراتي يلعب الكرة طويلة، مقطوعة من جديد، وتشتيت الكرة من عناصر المنتخب السنغالي. كرة خطيرة الآن لصالح لاعبي المنتخب السنغالي، ولكن تقطع الكرة. تعود من جديد، تشتيت الكرة من لاعب المنتخب السنغالي. بدأ كما ذكرت المنتخب السنغالي يمتلك الكرة شيئا فشيئا، ويتقدم لاعبوه إلى مناطق المنتخب الوطني. أمدو بوارو يلعب الكرة عند ريشارد دياتا، دياتا هناك في الجهة اليسرى عند سيسي، سيسي كرة مرفوعة خطيرة جدا كانت هذه الكرة، حاول أن يلعب الكرة بطريقة مقصية ولكن الحظ لم يحالف لاعب المنتخب السنغالي اللاعب سورين باي. نشاهد سورين باي الذي يرتدي الغلال رقم 19،
سورين باي وأولى الفرص الخطيرة لصالح المنتخب السنغالي. كرة من جديد لمؤيد اللافي المعتصم المصراتي، طويلة جدا لكن المعتصم المصراتي، مؤيد اللافي يحاول الحاق بالكرة ولاعب المنتخب السنغالي الحسن سيلا يبعد الكرة إلى رمية التماس. عبد الله الشريف إلى مؤيد، تسلل كما يشير حكم اللقاء على لاعب المنتخب الوطني اللاعب محمد زغدود الذي سدد في الدقائق الماضية تسديدة، ولكن حارس المرمى كان في الوقت المناسب وفي المكان المناسب وصد هذه الكرة. المعصم المصراتي، ولكن رأي حكم اللقاء يشير إلى خطأ ضد اللاعب المعصم المصراتي، ومن منا ينسى المعصم المصراتي رفقة عناصر المنتخب الوطني والفرحة الكبيرة التي جلبوها للمنتخب الوطني. الجدير بالذكر أن خافير كليمنتي مدرب المنتخب الوطني الذي هنا تسديدة سهلة عند حارس المرمى ولكن لم يتعامل معه بالشكل المطلوب. الحارس مفتاح محمد لتهرب من الكرة وتخرج خارج أرضية الملعب، التسديدة كانت خارج أرضية الملعب ولكن حارس المرمى مفتاح محمد حاول أن يمسك بهذه الكرة ولكن الكرة ابتعدت وخرجت خارج أرضية الملعب. الركنية تلعب الركنية خطيرة لصالح المنتخب السنغالي، كرة مرفوعة، خروج موفق الآن من حارس المرمى الحارس مفتاح محمد، يبعد الكرة إلى رمية التماس. مفتاح كما ذكرت حارس فريق الأخضر، حارس الاحتياطي للفريق الأول لفريق الأخضر. رمية التماس جديدة لصالح المنتخب السنغالي، 10 دقائق تفصلنا عن نهاية الشوط الأول من عمر هذا اللقاء. المنتخب الوطني فعل كل شيء ولكن أضاع العديد من الفرص ولم يسجل الهدف إلى حد الآن، لربما فرصة أو فرصتين خطيرتين لصالح المنتخب السنغالي، ولكن الأفضلية هي لصالح المنتخب الوطني في كل شيء، في الهجمات، في المرور، في امتلاك الكرة، ينقص المنتخب الوطني هدف. كرة من جديد بعد الكرة خطيرة ولكن خروج حارس المرمى كديم الدايز الذي صد العديد من الفرص، صد انفراد لمؤيد اللافي والعديد والعديد من فرص المنتخب الوطني، ولكن إخوة تأكد يا كديمين الدايز شباكك ستهز في هذا اللقاء بحول الله تعالى بعزيمة شباب المنتخب الوطني. من جديد مرور جميل، مرور جميل وتسديدة، يا سلام عليك اللاعب رويد بن حامد، مرور من الأول والثاني والثالث، والله الشباب لديهم مستقبل كبير بحول الله تعالى الاهتمام بهذه الفئة. نشاهد هذا الأول مرور والثاني ومن ثم اللعب الثالث والتسديدة لم تكن بالشكل المطلوب. يا عيني عليك يا رويد بن حامد، مرور جميل جدا ولكن لازالت الختام في الهجمتك لم تكن بالشكل المطلوب وسددت الكرة بعيدة، لكن نتمنى لك التوفيق في الهجمات القادمة بحول الله تعالى. من جديد تعود لصالح المنتخب الوطني، كرة ملعوبة في الجهة اليسرى، كرة مرفوعة لكن حارس المرمى إذ يمتاز بطول القامة يخرج ويمسك بهذه الكرة اللاعب وحارس المرمى كاديمين اندايس. كرة في منتصف الملعب، افتكاك الكرة، المنتخب الوطني لا يعطي أي فرصة لعناصر المنتخب السنغالي. هنا رفع كرة من جديد، كرة من جديد لصالح عناصر المنتخب السنغالي. المعتصم المصراتي متواجد يعيد الكرة، يا سلام عليك يا معتصم المصراتي، وكان اللاعب كبير في العمر ولكن هو في الحقيقة وكبير في الإمكانيات رغم صغر سنه، مواليد 1996، ولكن المعصم المصراتي يقدم أداء كبير. ما
من جديد هجمة خطيرة لصالح المنتخب السنغالي. هذه هجمة خطيرة من الشاهد، محاولة المرور ولكن متواجدين عناصر المنتخب الوطني بكل ثقة. عناصر المنتخب الوطني يفتكون الكرة، يعطون أي فرص لصالح عناصر المنتخب السنغالي. يلا هجمة خطيرة الآن، محاولة اللحاق بالكرة ولكن يغطي بشكل جيد لاعب المنتخب السنغالي اللاعب بيب عبدو سيسي. كرة تنفذ ولكن حكم اللقاء يطلب إعادة هنا المرور الجميل من اللاعب مؤيد اللافي ورفع الكرة. دن ركلة مرمى لصالح الحرس كاديمين اندايس، تلعب الكرة وتعود من جديد كما ذكرت وذكرت أسماء عديدة تشارك مع الفرق وفرق الأولى في أنديتها. أعيد وأذكر بهم بتأكيد مستعد عبد الحميد حارس الاحتياط الأخضر، إدريس الضراط الأهلي بنغازي، مؤيد اللافي الأهلي بطرابلس، رويد بن حامد الوحدة، محمد جنان الشط، معتصم المصراتي الاتحاد، عبد الله عبد الرحيم الأخضر المفتاح، طقطق فريق النصر. كرة من جديد في منتصف الملعب تقطع وتعود لصالح المنتخب السنغالي، لكن مؤيد اللافي، شوفوا مؤيد اللافي يعود إلى دفاعات المنتخب الوطني ليفتك الكرة. رويد بن حامد، يلا يا رويد، يلا يا رويد، مرور رويد من الأول ولكن الكرة ما زالت، كرة مقطوعة. خمس دقائق تفصلنا عن نهاية هذا الشوط الأول، النتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، هناك لاعب سقط على أرضية الملعب. سلامات لكل اللاعبين. اللاعب أظن هو اللاعب سورينباي لاعب المنتخب السنغالي، نتمنى له السلامة. أبرز الاستحقاقات للمنتخب الوطني التي يستعد للمشاركة فيها يوم الرابع والخامس والسادس من هذا الشهر، سيلاقي المنتخب التشادي ضمن التصفيات الإفريقية لكأس أفريقيا السنغال 2015. استفادة كبيرة بالتأكيد ستكون لعناصر المنتخب الوطني بأن يشارك المنتخب السنغالي في هذه الدورة، وإن ترشحوا عن المنتخب التشادي وهذا ما سيكون بحول الله تعالى سيلقون الفائز من تونس وموريتانيا. لذلك اللجنة المنظمة لهذه البطولة أبعدت المنتخبين التونسي والليبي من أن يصطدما في هذا البطولة في هذه البطولة. أغلب لاعبي المنتخب الوطني كما ذكرت يشاركون مع الفريق الأول بأنديتهم. أعمار اللاعبين ثلاث لاعبين من مواليد 97 والباقي من مواليد 95 و96. إن ذكرت وإن تحدثت عن كمال هالات منتخب ومدرب المنتخب الوطني ولاعب نورنبرغ الألماني وكذلك لعب لأحد الفرق التركية، كذلك لديه العديد من المنتخبات التي دربها كمال هالات على غرار المنتخب الكيني والليبيري، المنتخب الليبيري والكيني بتأكيد الفريق الأول، وكذلك منتخب ليبيا تحت 17 سنة وحاليا هو مدرب تحت 20 سنة. كرة من جديد لصالح عناصر المنتخب السنغالي، تعود وتقطع، تعود للمنتخب السنغالي من جديد. كرة في منتصف الملعب، كرة طويلة، تشتيت الكرة وعودة بالرأس لحارس المرمى الحارس مفتاح محمد، يلعب الكرة مفتاح، تعود تقطع وتعود من جديد لصالح المنتخب الوطني مرة ثانية لعناصر المنتخب الوطني. يا سلام الاستلام جميل، مرور مرور، محاولة التسديد، تسديدة جميلة ولكن حارس المرمى كان في المكان المناسب وأمسك بالكرة وبالتسديدة من مسافة بعيدة كانت من لاعب المنتخب الوطني. خطأ. دقيقتين تفصلنا عن نهاية الشوط الأول من عمر هذا اللقاء ونتيجة تعادل السلبي بدون أهداف. نشاهد اللقطة من جديد والتسديدة من مؤيد اللافي،
من ضمن اللاعبين الذين لديهم مستقبل كبير كما ذكرت سيد خافير كليمنتي الذي رسم البسمة على محيا كل الليبيين وجلب أول بطولة أفريقية في جعبة الكرة الليبية. هو متواجد في المدرجات يتابع المنتخب الوطني، وصل اليوم إلى مدينة مصراتة وهو الآن في ملعب مصراتة يتابع ويشاهد المنتخب الوطني للشباب، لربما يتم اختيار أحد عناصر المنتخب الوطني ولما لا، وأحد تلك العناصر يشارك مع المنتخب الوطني تحت 20 سنة وشارك معه في بطولة الشان ونال لقب بطولة الشان ألا وهو اللاعب المعتصم المصراتي. كرة من جديد طويلة تتجاوز منتصف الملعب، مؤيد اللافي استلام جميل مرور ولكن مقطوع الكرة. المعتصم المصراتي يعود من جديد، تعود للكرة، يا سلام مرور جميل من لاعب المنتخب الوطني عبد الله الشريف ولكن مقطوع من عبد الله، تعود إلى رمي التماس تقطع لتكون رمي التماس ودقيقتين يشير إليهما حكم اللقاء، دقيقتين إذن وقت بدل ضايع. نمر الشوط الأول مرور من اللاعب على بركة ولكن حكم اللقاء يعطي خطأ لصالح عناصر المنتخب السنغالي. تنفيذ الخطأ فانك بوب، فانك بوب يلعب الكرة، تعود إلى دفاعات المنتخب الوطني، تشتيت الكرة وخطأ كما يشير حكم اللقاء، خطأ لصالح منتخب السنغال. قربت المباراة على أن تنهي شوطها الأول، قربنا على نهاية الشوط الأول من عمر هذا اللقاء المنتخب الليبي مع المنتخب السنغالي. عديد الفرص وعديد الهجمات كانت صالح المنتخب الوطني ولكن ضاعت تلك الفرص، ولكن الشوط الثاني بحول الله تعالى سيكون الكفيل بتسجيل الهدف لصالح المنتخب الوطني. كرة مقطوعة من جديد تقطع لصالح المنتخب الوطني، لازالت الكرة عند المعتصم المصراتي، يلعب الكرة عند رويد بن حامد، يعود المعتصم المصراتي من جديد، يلعب الكرة في الجهة اليمنى المعتصم ولمسة يد واضحة على لعب على بركة لعب المنتخب الوطني. إذن في هذه الأثناء يطلق حكم اللقاء السيد عبد الواحد الفاتحي صافرة نهاية الشوط الأول مع عمر هذا اللقاء بنتيجة تعادل سلبي بدون أهداف. نشاهد إحصائيات هذا الشوط الأول إلى حين الملتقى في الشوط الثاني. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.